خويا صدام، اهلا وسهلا بك على قناة صوت العدالة. سلام. كاين اخويا الشرين، اخويا ب 300 ديال البلاد، اخويا كاين اخويا الاناناس، كاين اخويا الشخار، اخويا والروبيو، كل حاجة والثمن ديالها. سمعتينا اخويا؟ انا جعان. سمعتينا المرضي؟ وكاين الروبيو، وكاين السرديل اخويا، السرديل اخويا الثمن ديالو، روبيو الثمن ديالو اخويا 600 درهم اخويا. واش غالي اخويا بزاف اخويا. والسرديل اخويا راه 240، كيتقام عليك 160 درهم نصاصي اخويا. يا خديتو اخويا السرديل من المارش 160 درهم اخويا ونصاصي اخويا. كياخذوا ال واش غالي من قبل رمضان؟ قبل من رمضان، حتى وصل رمضان عرفت شخادو؟ الشناق اخويا بزاف، صحاب الحوت. الشناق اخويا هما اللي كيخليو الحوت بزاف، فهمتي ولا لا؟ كيكونوا عندهم ديما كنت مع صحاب الحوت، كيبيعوا صحاب الحوت. والكاميو كيبيع الشناق، كيتقلب في المرسى. عرفت ممكن نحس شنو نجيبو اخويا هنا؟ الحوت كيجي من المرسى من البلاصه بالثمن رخيص. هما كيغليو كيف ما كنقول. بالثمن ديال اخويا. شحال ديال الثمن ديالو اخويا الصامي؟ شحال ديال الثمن ديالو؟ طون اخويا 600 درهم، كدي فيه جدرام اخويا في كيلو، كيتعبر في الميزان ديال الضو. جدرام في كيلو. شنو عندك اخر اخويا؟ عندنا الروبيو تا هو ب 600، اناناس 300، الشخار اخويا ب 400، والسمطه اخويا ب 7000 ريال. هاي السمطه الشا 7000 ريال، 7000 ريال ديال الصندوق. على فريز الصندوق. لا لا في الصندوق اخويا. وشحال فيها؟ 14 حبه اخويا. بغيت نسولك اخويا، الدرويش راه كلشي غلا اخويا، الزيت كنتمنوا من الدوله كامله اخويا تنقص في هادشي ديال الغلا اخويا. نشد عليك الميكرو وخدم على راحتك. ماشي اخويا، كنتمنوا من الدوله كامله، كنتمنوا من الملك هو يتدخل في هادشي اقرب وقت، ماشي يبقى بقى ناعس ولا شي حاجه. حنا كنتمنوا من الملك يتدخل في اقرب وقت في هادشي، ما يخليش هذاك الوزاري اخنوش يبقى يتدخل فينا. حنا راه عندنا بحوره، السردير راه دايره، السردير خلنا ناكلوها ب 3 درهم نبيعوا لعباد الله. فهمتي اخويا ولا لا؟ ما نخليوش بنادم يبقى ياكل في عباد الله. الدرويش ياكل بالدرويش. دابا الدرويش هو اللي محل مع هاد الدرويش، هو اللي محل اخويا. واش الدرويش باقي كيقول الدرويش؟ واش حنا كناكلوا العصا؟ لا حنا كناكلوا العصا معاهم. لا اله الا الله محمد رسول. كنتمنوا من هادشي كامل اخويا ما يبقاش اخويا. وبغينا نوصلوا للناس كبار. اخنوش مكسر اخويا يدي ديال عباد الله، مالو؟ سالا السي عزيز اخنوش. اخنوش فيق شويه وعا مع الشعب، مشات تقول لنا نربيوك. راه حنا اللي درناك، ماشي انت اللي خاصك تربينا. راه حنا خصنا نربيوك، حنا شقنا فيك وجرناك باش تيسر معنا الوقت. ماشي انت بارك تغلي عنا في كلشي بطاطا 260. انا والله ما صوتش عليه، الله امن بالله. تعرفوا انا اصلا هذاك السيد محطوط مدروس. نتمنى من الله هذه الرساله تفصل المالي ان شاء الله يا رب. خويا صدام، واش ملي كتجيب الحوت كيتباع ولا كيبقى عندك؟ كيتباع اخويا، خصني نبيعوه. ما بعناش اخويا، كنبيعوه بقى الثمن. خويا كتحاول انك تبيع باي تبيع الحوت اي اي ثمن تبيع. شي كلمه اخيره اخويا، نتمنى من الرساله اخويا تصل المالك اخويا ديما اخو، فهمتي ولا لا؟ الرساله تصل المالك اخويا اقرب وقت اخويا، كيشوف فينا شحال الناس محنا بزاف. واش بغى ياكل السردين 260 240 والزيت دايره 300 دايره 460؟ راه ما غايقليش هاد السردين، ما غايديش والله ما يديش وي ولا يلوح ولا. نتمنوا من هادشي اخويا توصل بزاف اخويا ديال الرساله هذا اخويا. الحمد لله الله يحفظك علينا وعليك الله يحفظك. واه اخويا مبروك عواشر المغاربه كاملين اخويا اللي برا ولا في المغرب اخويا. الله يسهل الامور تبارك الله عليك.